بحياتهم، يعني قد يجمعوا مصاري بحياتهم، مش معقول بلحظة هيك. مش بس عمرو دياب عم بيعاني، فالفنان نوري مهنا متهم بعملية اختلاس كبيرة من بعد ما ترك الإمارات وتوجه لفنزويلا، كونه ملاحق من قبل مجموعة من اللبنانيين اللي قرروا مقاضاته بجرم الاحتيال. نوري مهنا اللي كان حصل من بعض الشركاء على أموال نقدية لمشاركتهم بمطعم كان عم يتحضر لافتتاحه بلبنان انسحب، وسحب معه أمواله وأموال غيره، وتوارى عن الأنظار هالمبالغ يلي وصلت لأكثر من 200,000 دولار، صارت اليوم بفنزويلا هي وياه. على كل حال الفنان نوري مهنا كان اشتهر بالقدود الحلبية والأغاني الترابية، وكان أول من أعاد تقديم أغنية وحشتني للفنانة سعاد محمد، إلا أنه أخباره الفنية انقطعت من مدة طويلة ليرجع يطلع علينا بخبر بعيد شوي عن الفن. جون حرزين على 200,000 دولار؟ ايه شفت نحن قلنا هيك، نحن اول شيء ما بعتقد الخبر يعني من اليوم جون ضد انه الفنانين يكون عندهم مشاكل. مش حرزين 200,000 دولار على فكرة، هلا في كتار لأشخاص كتار 200,000 دولار حرزين كتير جون، ففي يكون لأنه خاصة نوري مهنا صار له عمر ما غنى، صح يعني لحق سافر وقعد وعمل كذا كذا كذا، فمش معقول هالمبلغ الصغير نوعا ما بالنسبة لفنان تاريخه كتير كبير. خليني أقول لك وضح لك الخبرية شو هي المبالغ. هي ناس عطوهم معاش التقاعد تبعهم. سبقتونا بالسكوب، برافو تلستار. إذا نوري مهنا